انا مش عايز افتح الموضوع ده تاني علشان ما احبش يتقال عليا ان انا في موضوع لبنك بقي بقى فرحان بيه. انا بفصل بين التقدير الفني والاختلاف الانساني او الاجتماعي بيني وبين الفنانه شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب من اقوى الاصوات الموجوده، فنانه من الدرجه الاولى، واحساس عالي جدا جدا، وده انا ما اقدرش انكره لانه انا فنان وبقدر اقدر الفن عامل ازاي. فلا غبار على هذه المنطقه. اللي حصل ده انا اتعلمت منه، وارجو انه هي تكون برضه اتعلمت منه. انا بتكلم ده بمنتهى الاحترام والتقدير، انه الواحد فعلا لازم يعني يبقى مراعي اللي حواليه ويبقى عنده كنترول على نفسه شوية. وانا اتعلمت برضو ان انا ما انفعلش حقي بهدوء، لان عمر العصبية ما بيجيب حق، العصبية بيجيب غلط. انما انا بحترم موقفها، وانا يعني مش هقول ان انا زعلان، انما خلاص الموضوع خلص وربنا امرنا بان احنا نتسامح ونتجاوز عن اخطاء، و يعني اللي حصل ان هي قالت انه ان هي بتعتذر عن العصبيه الزايده وسوء الفهم. بس انا بقول يعني انه ايه، العصبيه الزايده وسوء الفهم مش هيبقوا في ثلاث اربع مواقف ورا بعض، انما معلش بنغلط، وانا غلطت قبل كده كتير. فانا مش جلاد، وانا بني ادم بقدرها فنيا كده، بقدر فنها. وانا كان طلبي ان انا تتردي لي كرامتي وكرامه زوجتي قدام جيراني وقدام المجتمع كله اللي تابع الموضوع ده، وهي بمنتهى القوه ومنتهى الاحترام وعايز اقول ايه، الثقه بالنفس، انها اعتذرت. لانه انا لو غلطان في حد وفعلا انا عارف ان انا غلطت، انا لازم اعتذر عمالة علشان ما يزعلش. وانا بتمنى لها ان شاء الله حياه فنيه سعيده ان شاء الله. وانا وقت ما حصل الاعتذار اول ما قريته رفعت سماعه تليفوني على المحامي بتاعي، قلت له اسحب كل حاجه، الموضوع خلص، انتهينا.